عندما تكون الأهمية الاستراتيجية والموقع الحيوي لعمان موضع الحديث، فلا بد أن تكون الإشارة ضمنا إلى تلك الأهمية الكبيرة التي تحتلها شبه جزيرة مسندم التي تحتضنها الجبال الشاهقة في الطرف الشمالي من عمان على مساحة تقدر بخمسة عشر ألف كيلومتر مربع تطل منها على جنوب مضيق هرمز. ذلك الشريان الحيوي الذي تمر خلاله أكثر من نصف واردات العالم من النفط. فلقد تعاظم الدور الذي تقوم به قوات سلطان عمان البحرية في الحفاظ على أمن ذلك الموقع الهام. فمسندم، وهي كلمة مشتقة من السندان والمطرقة، تعني شدة مواجهة الصخور لضربات الأمواج. هذه المنطقة التي يقطنها 13 ألف من المواطنين ويفصلها عن باقي عمان لسان ضيق من دولة الإمارات العربية المتحدة، هي مثال حي على مفارقات الطبيعة والتنوع الكبير بين الهضاب والسفوح المرتفعة ورؤوس الجبال الشاهقة والسواحل المتعرجة والوديان والسهول الفسيحة. بين ربوة وسهل وشاطئ في مسندم يتركز السكان في 4 مدن رئيسية: خصب بعاصمة مسندم وبوخة في الشمال، والبيعة ومدحة في الجنوب، وعدد من القرى كالجازي وليمة وكمزار. تحيط بذلك سلسلة جبال الحجر مسافة 400 ميل من رأس مسندم في الشمال الشرقي لعمان إلى رأس الحد في جنوبها الغربي في شكل قوس عظيم. مسندم لوحة بديعة، على سواحلها تقف الجبال بارتفاع يصل 2000 متر، وبين أزقة شطآنها يوجد المرجان ومختلف الأسماك، كما تلهو طيور النورس الجميلة على الجزر الصغيرة المتناثرة فوق صفحات مياهها الزرقاء. وفي أوديتها تزهو أشجار النخيل الباسقة. والتاريخ في مسندم هو التوأم الحضاري لجمال الطبيعة. وفي حمى الجبال تربض قلعة خصب على مقربة من الساحل، محاطة بأشجار النخيل ومناظر الطبيعة الخلابة، لتحكي في إباء عزة ومجد الإنسان العماني القديم وتاريخ العمانيين القدماء الذين شيدوا منذ القدم حضارة ضاهت أرقى الحضارات. وقلعة بوخة وغيرها من حصون المنطقة الشمالية حلقات مترابطة في سلسلة القلاع والحصون التي تربو عن 500 وتنتشر في سائر أنحاء الوطن، وكل منها يشير إلى حقبة من التاريخ، وجميعها معا تشكل قصة الحضارة الممتدة على أرض عمان. وبالرغم من موقعها الاستراتيجي، كانت شبه جزيرة مسندم نسيا منسيا إلى أن أشرق على عمان عهد مبارك على يد قائد عمان الملهم جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. فأعطت التوجيهات السامية لهذا الجزء العزيز ما يتناسب مع أهميته، فكانت محافظة مسندم أسوة بمحافظة العاصمة.
وتشكلت لجنة تطوير مسندم لتختص وفقا لتخطيط القائد بنقل معطيات العصر الحديث إلى قلب هذه المنطقة ونقل سكانها إلى قلب التطور المعاصر. وأضحت تلك اللجنة بعد زيادة صلاحياتها مسؤولية كاملة عن عملية التطوير الشاملة في إقليم مسندم. وبالرغم من أن عملية تطوير هذه المنطقة النائية واجهت صعوبات جمة، إلا أنه في فترة وجيزة أصبحت الحياة العصرية تجري قلبا وقالبا في كل بقعة من بقاع مسندم. وامتدت مظلة التعليم وأصبح في المنطقة الشمالية 13 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية يدرس فيها 4689 طالبا وطالبة. وزودت هذه المدارس بكافة الوسائل التعليمية الحديثة والمكتبات والمختبرات المعملية اللازمة لإعداد جيل كفء وقادر لا يعتمد طريقة الحفظ والتلقين، بل يعمل ذهنه في كل ما يتلقاه من علم وتطبيق ذلك عمليا ما أمكن. كما شملت الرعاية الصحية مختلف القرى والمدن، ونظرة إلى عدد المستشفيات وهي 2 والمراكز الصحية المقامة في شبه جزيرة مسندم بعدد سكانها المحدود نسبيا، يمكن فهم نصيب المواطن المتزايد من الخدمات الصحية في تلك المنطقة. وزودت تلك المستشفيات بأقسام متخصصة لعلاج النساء والأطفال وأسرة ومختبرات وأجهزة أشعة ومعدات حديثة وأدوية متطورة. لقد أضحت ثمار النهضة المباركة متاحة أمام مواطني المنطقة الشمالية بفعل شبكة من الطرق الممهدة والمعبدة التي تمر خلالها وتخترق التضاريس الصعبة، عاملة على ربطها بسائر أرجاء البلاد. وهكذا خلال فترة قصيرة تحولت المنطقة إلى ساحة واسعة للعمل الجاد الخلاق، وتم إنشاء عدد من الموانئ الحديثة، ويساهم ميناء خصب وبخا إلى جانب الأغراض التجارية ورواج النشاط الاقتصادي في تيسير حركة تنقل المواطنين بين أرجاء تلك المنطقة الوعرة ونقل البضائع والمياه إليهم. ومن بين المشروعات الرائدة التي يجري فيها العمل الآن ويتم استكمالها مع العيد الوطني المجيد 16، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع شبكة الطرق الحديثة والمرحلة الأولى من سدود التغذية الجوفية 3 للتحكم في تخزين المياه والإفادة منها ومنع الفيضانات. وقد جاوزت تكلفة هذه المشروعات 5 ملايين ريال عماني، وسوف تتيح سدود التغذية إمكانات الاستثمار في المجال الزراعي واستصلاح مساحات أكبر من الأراضي.
وفي مجال تنمية الثروة السمكية شيد مركز للإرشاد السمكي وورشة بحرية في كل من خصب والبيعة لبيع معدات الصيد وإصلاح القوارب والمحركات التي توزع على المواطنين بأسعار مدعومة من الحكومة لدعم مهنة الصيد التي يزاولها كثير من سكان المنطقة الشمالية. كما تم مد شبكات المياه النقية الصالحة للشرب إلى قرى ومدن منطقة مسندم سواء بالطرق البحرية أو عن طريق الشاحنات، وامتدت الكهرباء إلى كافة المنطقة كي تساعد في عملية التحديث الشاملة التي تستهدف كافة مدن وقرى هذه المنطقة. وفي مسندم تشمخ محطة حديثة للأقمار الصناعية تم إنشاؤها لتوفير سبل الاتصال بين هذه المنطقة وبقية عمان وأرجاء العالم. يؤكد مجمع الشباب في مسندم وهو الثاني من حيث الأهمية بعد مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر مبدأ أساسيا يتجلى في اهتمام جلالة القائد بالعناية بالشباب في الأنحاء البعيدة والقريبة من عمان وتطوير سبل الاهتمام بالشباب العماني في كل أرجاء الوطن المعمور. جهز مجمع مسندم وفقا للمقاييس العصرية إذ يضم استادا لكرة القدم وحمامات للسباحة وصالات لألعاب القوى. لقد آن لأبناء الوطن في مسندم وخصب ومدحة وبخة والبيعة وسائر قرى ومدن المنطقة الشمالية أن يزهوا بالتقدم الذي تحقق وفرص التطور الهائلة التي استفادها أهل مسندم في كافة المجالات وأتاحها لهم عهد مبارك أشرق على عمان منذ أن تولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد في عام 1970.